وتقوم المجالس العلمية بتنسيق مع المندوبيين الإقليميين بتوزيع كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوزع هذا الكتاب على السادة العلماء ليسردوه على رواد بيوت الله عز وجل حتى يعرفوا قدر وجاه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. معشر الفضلاء، نجتمع في هذه الليلة المباركة إحياء واحتفاء بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بهذه بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشئ في هذا البلد الحبيب منذ القديم قرون الأولى، حيث أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الطاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الليلة وهذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين، يوم عيد. يقول أحد المحبين: المسلمون ثلاثة أعيادهم، المسلمون ثلاثة أعيادهم: الفطر والأضحى وعيد المولد. فإذا الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة احتفال المسلمين في المملكة المغربية الشريفة وفي أنحاء العالم أجمع، يحتفل المسلمون بذكرى مولد رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة احتفل إقليم الفحص أنجرة بهذه المناسبة الكريمة في مسجد حكامة بإقليم الفحص أنجرة بحضور عامل الإقليم، عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص. وبحمد الله عز وجل كانت مناسبة عظيمة ظهر أثرها ووقعها على الساكنة، وفرح الحاضرون فرحا شديدا، وتوجه الحاضرون بعد ختم كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه، وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لسائر المسلمين، وأن يحفظ الله عز وجل هذا البلد الأمين وسائر بلاد المسلمين. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك
في هذه الليلة المباركة، ليلة ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفاء واحتفالا بميلاده عليه الصلاة والسلام. لأن كما يقول أستاذ العلماء أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرح بنا فرحنا به. كل من فرح برسول الله في الدنيا سيفرح به في الآخرة. فنحن جئنا واحتفلنا وقرأنا قصائد في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قصيدة البردة والهمزية، يعني في سيرة خير البرية. الحمد لله والشكر لله. وكذلك افتتح هذا الحفل بتلاوة آيات بينات من ذكر الحكيم، وبحضور السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجارة، والوفد المرافق له. وختمنا بفضل الله عز وجل كتاب الشفاء للقاضي عياد، الذي هو أعظم كتاب يوجد في المكتبة الإسلامية، الذي عرف بحقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.